بتتقسم لنوعين، كويس. اسباب اوليه واسباب ثانويه. اسباب اوليه اللي كلنا عارفينها، في اسباب وراثيه، العامل الوراثي لا يا له دور، هنيك، قد يكون قد تكون العوامل الوراثية لها دور لها مهم دور، جدا. يعني لو واحد والده أو والدته كان عندهم خشونة في الركبة فهو تمام، ممكن يبقى عرضة، عرضة ان يجيله خشونة إنه اكتر يجيله خشونة اكتر من أكتر من أي شخص من العادي، البيولوجي. تمام، وخاصة الله ينور. إذا كان الأب أو الأم جالهم خشونة مثلا في مرحلة مبكرة، تمام فيبقى حاسس إنه لا ده أنا لازم أخد بالي بقى الفترة اللي جاية. تمام السن له كويس. عامل مهم طبعا. احنا بنتكلم دلوقتي ان دايما، معلش، وزن السيدات دايما بيبقى اكتر شويه من الرجاله، فوزن السيدات بيؤدي الى ان الخشونه بتجي لهم بدري شويه عن الرجاله. فبنقول ان يعني متفاوت الاعمار 40 سنه عند الستات و50 سنه عند الايه؟ الرجاله. عند الرجاله. الوزن له عامل استاذ مهم. دكتور محمد، بقينا بنشوف يعني شباب ناس انها صغير تلاقي عنده خشونه، يقول لك انا رجلي يعني خانتني، يعني تمام باجي طالع سلم، تمام هل ده له علاقه بخشونه الركبه؟ تمام يا حبيبي، يعني وانا طالع احس لا ركبتي فلتت كده، تمام ده له تمام علاقه بخشونه الركبه؟ لا خالص. ركبتي فلتت دي يعني التشخيص بتاعها مبدئيا يعني، واحنا بنتكلم انا دماغي رايح مثلا لقاطع في الرباط الصليبي. تمام كده؟ وقطع في الرباط الصليبي، احنا عايزين نوضح نقطة انه مش يعني الرباط الصليبي ده مش بيجي للناس اللي بتلعب رياضات، او ممكن يجي لاي بني ادم عادي عادي خالص. صوب انا طالع سلم، سوري، رجلي خانتني وقعت، حصل التهابات طبعا بالتشخيص بالفحص بالاشعاعات الدقيقة دلوقتي نقدر نحدد. كويس. فحضرتك تطرقت بقى دلوقتي للنقطة اللي هي الأسباب الثانوية لخشونة الركبة. كويس. يعني أنا خلاص الأولية خلاص خلصنا منها، عرفت الموضوع له علاقة بالعوامل الوراثية، الله ينور عليك، بعض الحاجات والسن الأساسية والسن والحاجات الأساسية. تمام. الأسباب الثانوية، ودي طبعا اللي هي إحنا كلنا المفروض، علشان بقى عامل السن الصغير اللي بيشتكي من 30 سنة و25 سنة ويجي لي العيادة ويقول لي يا دكتور أنا عندي خشونة وكشفت وقالوا لي كلام مش منطقي. انا مش هقول انا عندي خشونه وانا عندي 25 سنه ولا 30 سنه. تمام. اولا ممكن يكون الموضوع اصابه ازاي؟ حصل رياضه او غير رياضه او عمل، يعني احنا عندنا الشباب في مصر بيتعب كتير او بيشقى كتير، بيعمل مجهود كتير، بيشقى غلط. في الاوضاع بتاعه العمل دي اوقات يحصل اصابه للركب. اصابه زي قطع في الغضروف الداخلي، ايوه، تمزق في الرباط، قطع في الرباط الصليبي زي ما حضرتك قلت دلوقتي. تمام. كل الحاجات دي او كل المشاكل اللي هي بتؤدي الى اصابه في الركبه او في الاربطه او في الغضاريف بتؤدي الى احتكاك ما بين الجزء بقى اللي هو العظمي، ما بين الجزء العلوي اللي هو بعظمه الفيمر والجزء السفلي اللي هو عظمه التيبيا، فبيحصل احتكاك. تمام. لما بيحصل احتكاك بيؤدي الى يعني بدايه الخشونه، او يعني ان خلاص كده بقى المريض ده او الشاب ده عنده قابلية ان يجيله خشونة بدري شوية.